بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا مجلس متجدد معكم إن شاء الله تعالى من مجالس تفسير القرآن الكريم، ومع أول سورة من القرآن، سورة الفاتحة. وكنا قد أتينا معكم في آخر درس على مقدمة، يعني إن كان أول درس على مقدمة ومدخل في علم التفسير، فكنا قد عرفنا ما هو التفسير وما هو علم التفسير لغة واصطلاحا، كذلك من الأشياء التي رأيناها معنى التفسير وفضل التفسير، وأن بعض أهل العلم من السلف كانوا يقولون علم التفسير هو الدين. لماذا؟ قالوا لأنه يتعلق بكلام رب العالمين. والصح يرى القرآن هو الإسلام. نعم، السنة مبينة للقرآن، القرآن والسنة هما الإسلام، لكن الفرق بينهما أن القرآن هو كلام الله، والسنة هي ما أضيف لرسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو عمل أو غيره. المهم، وكنا كذلك وقفنا عند أثر عظيم، ألا وهو هذا اليوم لابد لنا أن نحييه في الناس، ألا هو مسألة كيف نحفظ القرآن. رأيناه اليوم تغير الطريقة كلية، لأن قديما كما ذكر أبو عبد الرحمن ابن أبي ليلى وغيره من أئمة السلف، قالوا أخبرنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يأخذون 10 آيات من النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجاوزونها حتى يأخذوا ما فيها من العلم والعمل. يعني كانوا يحفظون القرآن 10 آيات. وبكى الطريقة لو نتمعن فيها، أسهل طريقة في حفظ القرآن، تأخذ وقت فقط، لكن تسهل لك القرآن بشكل عجيب جدا. خاطش أي واحد فينا سواء كان خدام يقرأ عنده مشاغل يقدر يحفظ 10 آيات، ماشي لازم في النهار، ربما ماشي هنايا تأخذ 3 أيام 4 أيام، المهم 10 آيات. أنت لا تستعجل متى ستكمل، ولكن هذه 10 آيات تحفظها لأنه يسهل عليك حفظها ويسهل مراجعتها، ومن بعد تأخذ ما فيها من العلم والعمل، تقرأ تفسيرها تفسيرا أو 3 تفاسير أئمة السلف والكتب المعتمدة وتمشي. صدقوني يا إخوان كيف يترسخ الحفظ بشكل عجيب. إحنا قلت لك اليوم مشكلة، ربما الطريقة ما نقولوش طريقة خاطئة، لكن الطريقة الأفضل هذه، وكفى بها أنها كانت طريقة التابعين في حفظ القرآن، وأخذوا عن الصحابة فهي طريقة الصحابة، يحفظوا 10 آيات ويمشوا، 10 يفهمونها، لأنه إذا اجتمع الحفظ، هذه قاعدة وهذه رسالة إلى الأمهات الأخوات الإخوة جميعا، الإنسان إذا بدأ يحفظ مثلا وكان حفظه موازيا للتفسير، يعني كل حاجة تحفظها تقرأ تفسير تاعها، هنا يترسخ الحفظ بشكل أكبر. على وشوف أحيانا مثلا حضرت مجالس ذات تفسير صورة، كي تروح تقرأ هذيك الصورة تستحضر كل مجالس تفسير اللي سمعتها، هذا يعينك على فهم القرآن. كلما فهمت القرآن كلما كان أسهل. فرق بين تحفظ كلمة تفهم معناها وتحفظ كلمة لا تفهم معناها، فرق كبير جدا، فرق كبير. أنت تقرأ مثلا مبلسون، حنا دوك شباب حافظين كان خاتم، بصح كان تقصي كلمة مبلسون كان يعرف كان ما يعرفش، بصح لو كان حفظها مثلا سورة الأنعام ولا كي يحفظها، قلت له مبلسون بمعنى نادمون، خلاص تلصق تلصق تلصق. أنت تقرأ الفالق، قل أعوذ برب الفالق من شر ما خلق، يا حفظها بصح شنو الفالق وشنو واقب وشنو غاسق الغاسق، بصح لو كان حفظت سورة الفالق ومن بعد ولو كيما نقولوا حنا أقل شيء تقدر تطلع تقرا هذيك المعاني والألفاظ الغامضة التي مفهومها لا يظهر، قريته والله ما تنساها، وبالك كل واحد عنده تجربة، كاش مرة سمعت تفسير آية ولا لصقت له. لهذا كان أئمة السلف قال كان يقرئنا
أخبرنا من كان يقرؤون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يحفظون 10 آيات فلا يجاوزنا حتى يأخذوا ما فيها من العلم والعمل. قال فجمعنا بين الحفظ والعلم والعمل. لهذا أنا ما تستغربش لما أثر عن عمر أنه حفظ البقرة ل8 سنوات. عمر بن الخطاب حفظ البقرة 8 سنوات، إحنا اليوم نحفظها في شهر. كان يمشي 10 آيات فأخذ ما فيها من العلم والعمل. لهذا هناك أثر عن ابن عباس عن ابن مسعود بسند صحيح كما رأوا الحاكم والدارمي وغيره، كان يقول لأصحابه من ابن مسعود إمام السلف والصحابة في القرآن، كان يقول كيف بكم أنتم إذا ركبتكم فتنة؟ قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وتفقها لغير الله لغير الدين وابتغي بعمل الآخرة الدنيا. قال ذاك هو الوقت. كيف أنتم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ صح، احنا نشوف كاين أماكن يحفظوا كارثة، المهم يحفظ القرآن، لا مخارج لا حروف لا أحكام والو والو، المهم يقال عنه حافظ القرآن، وتجد في أخلاقه ومعاملته ما عندوش كاع علاقة بالقرآن. هذه أزمة كذلك. هذه التي كان يقصدها ابن مسعود، كيف بكم إذا ركبتكم فتنة؟ قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. قال بعضهم يقصد بالفقهاء عن الذين يفهمون القرآن، وقل فقهاؤكم وابتغي بعمل آخرة الدنيا. المهم الأثر، فهذا هو الشاهد. هذا كنا أمور، هذه كنا قد ذكرناها. ثم وصلنا إلى معنى كلمة سورة. قلنا الصورة لازم هذه الأمور نعرفوها. كلمة صورة، صورة قلنا لها عدة معاني في اللغة العربية كلها تنطبق على الصورة المعروفة. قالوا وهذا من تمام عظمة القرآن، أنزله الله بلسان عربي نعم، لكن خالفهم في كل شيء ليبين لهم أنه من عند الله. خاطش لو كان من عند النبي عليه الصلاة والسلام أو علمه أحد من البشر هذا القرآن كان سيشابه كلام العرب. العرب قلنا كانت تسمي القصائد الكبرى تسميها ديوان. جاء القرآن ما سماش القرآن ديوان، سماه كتابا. العرب ما كانش تسمي الكتاب، كانت تطلق الكلمة كتاب، لكن عندما تجمع مجموعة كبيرة من الأشعار تسميها ديوان، يقول لك ديوان امرئ القيس، ديوان زهير بن أبي سلمى، ديوان الأعشى، ديوان الشنفر، وهكذا. ومن بعد الجزء من الديوان، الجزء من الديوان تسميه العرب قصيدة. جاء القرآن فسمى الجزء من الكتاب سماه سورة. ثم العرب الجزء من القصيدة تسميه بيتا. جاء القرآن فسمى الجزء من السورة آية. خالفهم في كل شيء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه لهذا الله عز وجل تحدى العرب في القرآن 3 آيات. أيها الأفاضل، عبك أن يكلمكم على العرب، احنا بالك اليوم احنا أقرب إلى العجمة منا إلى اللسان الفصيح. عبك هذو كانوا ناس ما تقدرش تتصور البلاغة التي كانوا عليها وفهمهم للكلام العربي، هضرة تحهم، جبلوا فطروا عليها، نشأوا في هذه البيئة، بيئة قمة في البلاغة، قمة في الفصاحة. ومن بعد سمح هما أرباب الفصاحة، ومن بعد أنت يا مثلا الاختصاص تاعك، عبد بلي هذا الاختصاص واحد ما يسبقك فيه. أنت على يقين من نفسك، ومن بعد يجي واحد يكلمك في نفس الاختصاص تاعك، ويجيب لك أشياء عمرك ما سمعت بها. إيش يدل هذا؟ يدل أنه هذا هارب بزاف، قد ما راك هارب ما لا تقارن معه. نفس الشيء. العرب هم فطاحنة اللغة. قلت لك احنا ماشي هذا الكلام، ما كانوا يتكلمون هذا الكلام الذي نتكلموه نحن. قلت لك اللي يقرا الخطب، خطب العرب، ويقرا اشعار العرب يفهم ما معنى العرب، ويفهم ما معنى الكلام العربي. انت تقرا المعلقات، تقرا امرئ القيس ولا الزهير ولا الاعشى ولا تقرا العجب ولا عمرو بن كلثوم، اخي تقرا مثلا امرئ القيس في معلقته قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فالمقرات لم تعف رسمها كما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الأرام في عرساتها وقيعانها كأنه حب فلفل وقوفا بها صحبي علي مطيهم
عباك اشي شيخو ماشي عربية تقرا من الاخر مكر مفر مقبل مدبر مع كجلمود صخر حطه السيل من علي له أيطل ضب وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفولي كأن السباع في غرق عشية بأرجاء القصوى أنا بيش عنصري إسبانيولية ما بالكش بيها وشنا صح صح عربية هادو ما بهاد القوة وما استطاعوا أن يجابه القرآن مش حبي يقول حبي يقول عظمة صح كلام رب العالمين يا ذا ذكرتكم مرة أن ابن المقفع هذا الرجل في الزمن العباسي بلغ مبلغا في كلام العرب صاحب كليلة ودمنا كتب مرة وكان ملحدا في بداية أمره ثم أسلم كان يكتب ويكتب حتى كتب مقالا أعجب به عجبه قال بهذا المقال أضاهي القرآن هذا يشغل القرآن كيفاش حنا ما نقدروش نأتوا بالقرآن وربي تحداه بالقرآن كله شو تحدى العرب أن يأتوا قل لئن اجتمعت الإنس والجن ماشي غير الإنس ماشي غير احنا والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما قالش أن يأتوا هذا القرآن بمثله يعني شبه له بك ماشي يا سيدي ماشي كما هو جيبوا لي شبه له بك أن يأتوا بمثل هذا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة يستحق ومن بعد نقصناهم أم يقولون افتراه في يونس قل فأتوا بعشر سور عشرة ماشي القرآن عشرة كاين 14 سورة في القرآن ثم تجيبوا لي عشرة كما القرآن أم يقولون افتراه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ما يجيبوش ومن بعد تحداهم قل إن كنتم في ريب مما نزل فأتوا بسورة مثله واحدة واحدة لن يأتوا بمثله لهذا تقال المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن المعجزة الخالدة قلت ابن المقفع كتب بعد ذلك كتب ما قال أعجب به قال بهذا أضاهي القرآن هذه تشبه آية القرآن حكمها وحكم المصحف فتحه ففتحه عند قول الله تعالى في سورة هود في قصة نوح عليه السلام وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين غير قرأ هذه الآية وقيل يا أرض ابلعي ماءك غلق المصحف أمسك الورقة ومزقها وقال والله ما هذا بكلام البشر هذا كلام رب البشر عبك هذه الآية فيه ابن الآثير رحمه الله هذه الآية آية عبك فيها واحد كلمات ابن الكثير ألف في ابن الآثير ألف فيها كتابا سماه كفاية الألماعي في قول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي الإمام استنبط منه أكثر من 70 سورة بلاغية آية ألف منها مجلد إذن كيفاش القرآن كامل هنا تفهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية قال لقد فتح الله علي من علوم القرآن ما لم يفتحه على غيره وندمت على تضييع أكثر أوقات حياتي في غير معاني القرآن القرآن بحر لا ساحل له ما يخلاش قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي القرآن كلام الله لهذا اللي احنا ديما نقول ونردد أن الأمة هذه لا عز لها إلا بالقرآن ما إن تمسكت به والله نبقى على خير مهما يكون لكن إن هجرنا القرآن فلا خير فينا ومن بعد تجي نبتة يقول لك لا ماشي لازم تحفظ القرآن لازم تطعن في الناس باش تكون انت على الجادة ومن بعد سبحان الله أول مرة في التاريخ نسمع طائفة تزهد في القرآن كل الطوائف اللي انتسبت للإسلام حتى اللي كانت من الطوائف المبتدعة اللي خالفت السنة كلهم يعظمون القرآن كاش طائفة تقريبا انتسبت إلى الإسلام إلا وعظمت القرآن حاجة عظيمة جدا هذا هو القرآن صح إذا قلنا وكنا ذكرنا معاني كلمة صورة قلنا الصورة عندها معاني من معانيها في اللغة العربية المنزلة الرفيعة والصورة منزلة رفيعة العرب واحد كي تكون عنده منزلة رفيعة يقول أتاك الله صورة بالسين صورة ومنه قول النابغة الذبياني في مدح ملك الحيرة النعمان ابن المنذر قالوا ألم ترى أن الله أعطاك صورة يعني منزلة رفيعة
ألم تر أن الله أعطاك صورة ترى كل مالك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. قلنا هذا مدح يعني بلغ المنتهى، وعدي يجي شباب قعمل عنده ما يقولك انت الشمس هما النجوم، وانت فاهم مش حبي يقول كي طلع الشمس تخبى ونجوم، إذا حضر الماء بطل التيمم. يقال هذا من أرثى ما قالته العرب، ولا من أمدح لأنه الذي تأفي الموت، من أجمل ما قيل في مدح الملوك هذا البيت، البيتين تاع النبي غد بيان في مالك. شاهد ألم ترى أن الله أعطاك صورة مكان رفيع وحده. إذا معنى الصورة من اليوم تفهم، صورة يعني منزلة رفيعة. اثنين، معنى الصورة البقية والجزء، ومنه يقال صؤر الهرة. صؤر كي القطة ولا القط يشرب من الإناء ويخلي الماء في الإناء، هذا يسمى صؤرا، يعني بقية ما ترك. والصورة جزء وبقية من القرآن، جزء من القرآن، هذا سميت صورة منزلة رفيعة وهي جزء من القرآن. كذلك سميت صورة بمعنى الإحاطة، هذا كما قال تعالى في قصة داود تصوروا المحراب يعني داروا عليه، بعضهم قال تصوروا يعني ارتقوا طلعوا، وبعضهم وقعت في المحراب داروا عليه تصوروا. ومنه السوار، سوار المرأة، لأنه يحيط بالمعصم. قال لك سميت الصورة صورة لأنها تحيط بمجموعة من الآيات. وكذلك يقال الصورة، هذا معنى رابع، يقال تمام الشيء، حاجة كي تكون كاملة. يقال هذه ناقة صورة، ناقة صورة يعني كاملة في الجسم تاعها وكذا، والصورة كاملة لأنها من عند الله. أضربها صح. الآن كلمة آية، هادو لازم كاع باش يدخلوا الفاتحة، شاف آية هذه سورة الآن آية. الآية أيها الأفاضل في اللغة العربية يعني العلامة، وده من أبلغ ما سميت به آية القرآن صنارة. معنى كلمة آية يعني علامة. وش قال زكريا عليه السلام؟ قال ربي اجعل لي آية يعني علامة. وقال تعالى وآية ملكه أن يأتيكم التابوت يعني علامة ملكه. فالآية علامة، والآية نوعان، كاين آية شرعية آية القرآن، وكاين آية كونية يا إخوان. آية كونية الليل والنهار الشمس والقمر كلش، الكون كاع آية. علاش سمي الكون آية؟ قلنا الآية في اللغة العلامة يا إخوان، وسمي الكون آية لأنه علامة على الله، علامة على خالق هذا الكون العظمة. إذا كان الكون بهذه العظمة فكيف بالذي خلق هذا الكون؟ لهذا قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات علامات لمن لأولي الألباب. لهذا وش قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال كي جاء يؤذنه، وجده يبكي وقام الليل كله، قال يا بلال نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. وشنو هي؟ إن في خلق السماوات والأرض آية علامة، هاي معناها. وآيات القرآن البلاغة اللي في القرآن والفصاحة والأسرار اللي في القرآن علامة على من تكلم بالقرآن هو الله. لهذا سميت الآية آية، أشفق الآية يعني علامة على الله، علامة مطلقا في اللغة، لكن في الآيات الشرعية والآيات الكونية علامة على رب العالمين. هذا أيها الأفاضل يعني كمقدمة. نبدأ إن شاء الله تعالى ونشرع في الكلام عن الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسمى الاستعاذة، يقولون الاستعاذة، وهذا أسلوب عند العرب يسمى أسلوب النحت. وش حب يقول أسلوب النحت؟ كي تكون الكلمة طويلة ما يجيش يقولها الكامل، وش يدير؟ من كل كلمة ينحي حرف ويكون لك كلمة تعبر عنها. استعاذة ينحي لك حرف ولا اثنين. استعاذة يعني معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وشنو؟ البسملة، بسم الله يقول لك بسملة، حوقالة، لا حول ولا قوة إلا بالله، دمعة عزة. قل
تاكم دمع عازر شحال باغي الله يدمع عازر فهموا دمع عازر تقولها العرب واحد وجيس تقول له دمع عازر تقول له يديك سبيطه دمع عازر يعني ادام الله عزك ادام الله عزك هذه تسمى والعرب كانت تحب الاختصار في الكلام وانا كاع مش نحب الاختصار كاين الناس يهضروا بقصدك دير بزاف دابا ما نهضرش هذه مشكله فينا احنا كائمه سبحان الله باك ما يخليش يعرفها واحد حتى يعيشها باك ما كثرت نهضروا ديك دروس خطب مع الناس والله كي تكون زعما خارج الدار ماذا بك ما تهضرش ماذا بك يكون معك تسمع بك ولا تجاوب اه لا لا هذا ما في الدار قبلتهم ايه سبحان الله سبحان الله نهضر سيتو كيما اليوم الجمعه الاصل ثلاث ايام ما نهضر تقول بالاشاره طايق لا تمشي هكذا وخلاص سبحان الله العظيم اصلا تحسب شحال من كلمه قلتها في النهار فالشاهد قلنا ايها الافاضل هذه سميوه اسلوب النحت والعرب تحب الاختصار مما يذكر يقال انه كما يذكر ابن الجوزي رحمه الله جاء رجل الى احد الحكماء قديما والحكماء ما انتبهش انسان حكماء قديم يحشي هدار شوية كاين الله يبان شكون الجزيرة ما يسكتش الله ما يسكت من الصبع وعنده الهضرة شكون كان جاي يمشي لتريسيتي تقول يا ربي طرح تريسيتي ما يحباش ما يحباش وسيجلسي موضوع الموضوع موضوع الموضوع يا صاحبي ما تعياش انت ها المهم فجاء رجل الى احد الحكماء قديما فدخل فسأله ذلك الحاكم خرج جاي يدي عليه الحكمة والحكماء قديما قبل ما يعلمك يشوفك إلى ذكي إلى غبي إلى أحمق إلى مغفل إلى عندك مثلا خفة ما شاء الله سرعة الفهم باش كان يعرفها كما نقولوا حنا باش يتيستيهم كي يدخل يسألوا على أسمه وكان يعني يتفطن إلى حكمة من يريد التعلم على يديه بقلة الكلام وكثرة الفوائد وهذا هو البالغ ما هي البلاغة في اللغة؟ قالوا هي مطابقة الكلام ولا الأقوال لمقتضى الحال يوصل لك منه حايب بأقل الكلمات يوصل منه هذا هو البالغ بحيث أنه يعبر عما في باطنه بكلمة أو اثنين ولهذا كان من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام التي أعطاها الله له دون إخوانه الأنبياء وشنو؟ قال وأوتيت جوامع الكلام المعاني الكبيرة يجمعها ربي في كلمة ولا زوج جاءه رجل قال يا رسول الله حديث أوصني قال لا تغضب نقطة إلى الصدر ألفت في كلمة لا تغضب مجلدات جاءه رجل قال له الدين النصيحة لمن يا رسول الله لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم خلاص هذا ألف فيه بعضهم 12 مجلد في الحادثة هذا هو جوابه يوصل بأقل كلمات قلنا جاء هذاك الرجل هذاك الحاكم فسأله باش يعرف قال له ما اسمك وأوجز إذا كان طويل عارف كيفاش تختصر وذاك كان أحمق قال له ما اسمك وأوجز قال اسمي أبو عبد منزل القطر من السماء تنزيلا الذي يمسك السماء على الأرض الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض قال له اسمع وش قال له قال له اسمي أبو عبد منزل القطر من السماء الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وش قال له قال له مرحبا بك يا ثلث القرآن يا سبحان الله يعني شو قالوا ده أذكر له ده حزب قالوا مرحبا بك يا ثلث القرآن المهم فالشاهد ان العرب تحب الاختصار الا اذا كان في زياده الكلام فائده كما وين موسى عليه السلام مع ربه موسى لما راى النار ثم اتى النار فقال الله عز وجل انني انا الله علم موسى ان النور هذاك والضوء هو رب العالمين وش قال الله عز وجل ساله قال وما تلك بيمينك يا موسى وش عندك بينك كان لفظ العصا موسى وش قال موسى؟ قال له هي عصاي. العصا هذه هو الاجابه، ربي قال له واش عندك في يدك؟ موسى قال له عصاي، هذه العصا تاعي، هي الاجابه.
صح موسى زاد. وأدعبك هذه أهمية علم تفسير الله يا أخوة، لأنه بعض أعداء الدين عبك خاصة المستشرقين، المستشرقون هؤلاء ناس كفار من الغرب جاءوا إلى بلاد الإسلام تعلموا اللغة العربية والقرآن على ليخرجوا الشبهات من القرآن والسنة، يطعنون بها في الدين، أثنوا أعمارهم وعاشوا في الجزيرة العربية في مصر والشام. المهم من الشبه يقولوا أن القرآن، يقولون أنكم أنتم تقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلام وأن العرب من فصاحتها وبلاغتها تحب الاختصار. قالوا لهم بصح في القرآن ما كاش الاختصار، وين؟ قالوا لهم في قصة موسى. شوف أهمية علم التفسير. قالوا لهم لما عندكم في القرآن لما ناداه رب العالمين سأله سؤال، لكن موسى أجب بأجوبة ماشي بجوابها. قالوا والله الاختصار. الله عز وجل قال، قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. العصا واش نديرو بها حنا؟ باهي تتكي عليها تمشي بها تهوش بها على غنمك. الله عز وجل يعلم هذه الامور لا تخفى عليها، لكن هادو كاع ذكرهم لموسى. قال هي عصايا اتوكأ عليها واهوش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، وعندي فيها امور اخرى ندير بها. قالوا هو موسى ما اختصرش الكلام، لكن عندما تقرا كتب التفسير تفهم علاش موسى ما اختصرش الكلام. قالوا لان موسى كان يتلذذ بالكلام مع الله، ماهوش يهضر مع اي واحد. حنا دوك تلاقى مع واحد تحبه، كانت امنيتك تلاقى به، كي تلاقى به غير تشوفه السلام عليكم جرايه كشفنا، هذا بشر تسلم عليه شيخ محبك في الله قدامنا، فما بالك انت الان تكلم الله. قالوا ليس من العلم ولا الذكاء ولا الفطنه ان موسى ذاك الوقت يجيبك، كلمة عربي سبحان الله ربما تزيد صح هذا الموقف كاع في حياته. قال هي عصا. قالوا لهذا اطال الكلام موسى، لانه كان يتلذذ بالكلام مع الله. شفت انت كي تقرا تفسير تفهم هذه المعاني، كي ما تقراش ما تقدرش تفهم. دوك منا الفوق كي تقرا سورة طه تلحق هنا المعنى هذا ينسى، غير توصل تقدر تفكر هذه المعاني. هذا امر يدفعك لتدبر ايات القران. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. المهم قلنا هذه كاع جبناها على كلمة النحت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسمى الاستعاذة، صح. ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ كلمة أعوذ احنا كاع نقراوها يا اخوان، بصح من اليوم إن شاء الله نعرف ما معنى كي نقول أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واش راني نقصد. هي تغيضك زعما واحد جديد في الاستقامة، تغيضك وتغيضك إنسان معلش يجي يتعلم ما شاء الله، انسان حياته كامله يقولها يقرا بصح ما على بالوش شنو هي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ عندها ثلاث صيغ. شوف عندنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعندنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ثلاث صيغ هذي حفظوها. هادو من الواردين اثنين في السنه كلهم يعني كلهم في القران ومنهم ما بينته السنه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نتعلموا قولهم بين ثلاثه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اثنين، والثالثه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. دوكنا نبدأ بالأولى المعروفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ ما معنى أعوذ؟ كي نقول أنا أعوذ بالله. أعوذ أيها الأفاضل معناها ألتصق وأحتمل. أعوذ معناها ألتصق وأحتمي بالله، نسخ أحتمي ألجأ، هي فيها معنى اللجوء والالتصاق والاحتماء. بمن التصق بمن الجا بالله على لكي ينجيني من الشيطان الرجيم. هذه معنى اعوذ يعني الالتصاق والالتجاء والاحتماء، صح واحد. قالوا والعود والاستعاذه واعوذ قالوا هو الالتجاء والاحتماء خفيه ما تبانش،
هي عمل قلبي. كي تروح زعما انت تلتاس حتى حتى مع بني البشر تقول رحت عند هذا باش احتمي به، لذت به خفيه. واش قال ربي سبحانه في القران سوره النور؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يتسللون يعني يخرجوا خفيه لواذا. اذا الاعود يعني الجا الى الله والتصق واحتمي به. وكلمه اعود من جبناها؟ عندك العاود ولا من جبناها كلمه اعود؟ مشتقه يا اخوان، اسمع ملاح، مشتقه من عاوذ اللحم. عاوذ اللحم بصح وشنو هو عاوذ اللحم؟ دوك شت العظمه، العظمه تاع اللحم كي نتايا خلاص نقيت نحيت مثلا في الفاخذ في الجيكو مثلا كي تنحى ديزوسيح كان خاص نحيه، يبقى العظم، يبقى هذاك اللحم اللي ما يتنحاش لاصق في العظمه. هذاك ما هذاك ما ممكن، هذاك كاين قد ما تكون مسمار مع اللحم باش تنحاها. اسمع شو ولا يعني كيما هذاك اللي يوقع الله انه جاب زوجاتها وجاب لها جاب لها كبش ما يروح منه والو. شوف خلاص دوك حتى لي دوار خلاص دوك. المهم المهم مرمى منه والو، كي نحات الخلاص كملوا كامل قعدت الهيدوراتها حبت تنحي لها الصوفيه باش ديرها تملا بها الوساده خلاص يخلوها. نحات الصوف كملتها، واش قعدت الجلده هذه؟ الجلده هذيك قعدت الاصل ترمات نورمال. لا 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 هذيك حطها في لامال من الله. قالت له كان قلت لها هكذا زيد دير له البعبع تاع صونري وخلاص ما يروح والو. يا سبحان الله الشاهده هذاك العاود هذاك تاع اللحم هذاك ما يروحش من شده التصاقه. هذاك العرب تسميه العاود. وانت علاش قالوا الاستعاذه؟ قالوا من شده التصاق العبد بالله ولجوءه الى الله كانه ذلك اللحم الذي التصق بذلك العظم الذي يصعب انتزاعه. اذا من اليوم نعرف اعود مشتقه من العاود وهو هذاك اللحم الذي يلتصق في العظم ويصعب نزعه. اعود احتمي التصق والتجئ بمن؟ بالله. الله. ما معنى كلمه الله؟ الله هو من أعظم أسماء الله سبحانه، حد على بالنا بها. لكن ما معنى الله؟ الله غير مشكلة يا أخوان. أعظم، بعضهم قال أعظم اسم لرب العالمين هو الله، بعضهم قال هو الاسم الأعظم، وإن كان هناك خلاف في الإسلام، لكن ذهبت طائفة كبيرة من أئمة السلف أن الله هو الاسم الأعظم. قالوا لأن فيه خصائص ليست في غيرها من أسماء. سنأتي خصائص اسم الله. لكن ما معنى الله يا إخوان؟ هذا هو الدين. ما معنى الله؟ الله مشتق وقولان أئمة السلف. القول الأول هو المشهور وهو الصحيح. قالوا الله مشتق من الآلهة. وكلمة آلهة عند العرب آلهة يأله إلهة معناها عبد يعبد عبادة. يقول لك آلهة يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة. معنى الله أي المعبود، أي المعبود الذي يعبد وحده في الأرض والسماء سبحانه. وما كاش الذي تسمى باسم الله أنه هو الله. حتى اللي ادعوا الربوبية ما قالوش احنا الله. فرعون وقال أنا ربكم الأعلى وما قالش أنا الله، لأنه الاسم الأعظم على قول كثير من أهل العلم. إذا كلمة الله يا إخوان مشتقة من آلهة يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة. بصح يقول لي القائل بصح راهي الهمزة آلهة، كاين واحد الأسلوب عربي احنا قلنا في الدرس الاول كما تعرفش المعاني في اللغه العربيه ما تقدرش تفسر القران. الهه يا اخوان قلنا الله مشتق من الهه يأله الهه صح،
بصح وراه هذيك الهمزه آلهة. العرب معروف عنها أن الكلمه اللي فيها همزه وتكون ثقيله ينحيوا لها الهمزه وتولي خفيفه، مثل البئر جاتهم شي ثقيله نحاولها، يقال البئر ويقال البئر. المؤمنون ويقال المؤمنون، اسلوب عربي واسقاط الهمزه معروف. حنايا الناس، حنا الناس، الناس من اي كلمه اشتقت؟ الناس، الناس اشتقت من أؤناس. أؤناس بعضهم قال أؤنس يعني من الأنس، وبعضهم قال من أنه يورى، وبعضهم أنه قال يتحرك. المهم احنا آخر نخش معه أؤناس، ما كانت ثقيلة حول الهمزة ولات أؤناس، وما قال لك عايز نحو الأخرى وندير لها ألف ولا لا، نحو الثانية ويرجعوا لها ألف ولا ولات الناس. هذا أسلوب عربي معروف. الملك، الملك، الملائكة، خاطش كي تجمع تقول ملائي تنطق الهمزة، بصح كي ترجعوا واحد تروح الهمزة، تقول ملك. كي تقول بزاف في الجمع تقول ملائكة، في الإفراد تقول ما تقولش. إذا الله مشتقة من الآلهة، يقولوا لك وراي الهمزة، قولوا من حوالي أنه أسلوب عربي. الله الاسم الأعظم، علاه؟ قالوا لأن كلمة الله لا يمكن أن تدخل في الإسلام إلا بذكرها حتى تنطق الشهادتين. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم، قال لك لا تقبل الشهادة إلا بنطق اسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله. بعضهم قال لك نقدر نقول أشهد أن الرحمن لا إله إلا الرحمن، أشهد أن لا إله إلا السامع. ذهب جمهور أهل العلم قال لك لا تجزئ حتى تنطق كلمة الله لا إله إلا الله. قال لك لا يصح إسلام المرء إلا بها، قال لك الدليل أنها الاسم الأعظم وحده. قال لك لا يمكن أن تدخل في الصلاة إلا بها، الله أول كلمة في الصلاة تقول لها، تقول الله أكبر. قال لك تقدر تقول الرحمن أكبر، الرحيم أكبر، السميع أكبر، الجبار أكبر. الجمهور قالوا لا، إلا الأحناف قال لك يجوز، قالك ما تقدرش. وكامل الاسماء تاع ربي سبحانه اضيفت له، واش قال تعالى؟ ولله الاسماء الحسنى. ما قالش وللرحمن الاسماء الحسنى، وللسميع الاسماء الحسنى، وللغفار الاسماء الحسنى، مع انه الغفار من اسماء الله، السميع من اسماء الله. قال ولله الاسماء الحسنى، اعظم اسم تسمى به رب العالمين. وبعضهم قال الحي القيوم، المهم لكن هذا هو، هذا هي كلمة الله يا إخوان. أعوذ بالله، وهذيك الباء، هذيك الباء يسموها العلماء باء الاستعانة. أنت كي تقول أعوذ بالله يعني قلت مستعين بالله. نعطيك مثال، القلم ستيلو كي تكتب به تقول كتبت بالقلم، المفهوم كتبت الباء مستعينا بالقلم، هذيك الباء تسمى باء الاستعانة. أعوذ بالله من، ألتصق أحتمي بالله من، من الشيطان الرجيم. الشيطان أحد أعظم أعداء الإنسان الأربعة، إنسان عنده أربعة أعداء، هادو أعظم الأعداء، وإن كان عنده أعداء أخرى، لكن أعظم أسباب خسران الإنسان بهذه الأربعة. كما كان يقول ابن القيم رحمه الله، كان يقول إني بليت بأربع ما سلطوا علي إلا لعظم بلية وشقائي، إبليس والنفس إبليس والنفس والهوى والدنيا، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. هذا ربع الشيطان. ما معنى كلمة الشيطان؟ قالوا الشيطان أعرف، قالوا هو ما تمرد من الجن. هو من الجن بصح تمرد، عندك المارد وعندك العاصي، تمرد على احكام الله، هذيك هو الشيطان. وكاين في الانسان الشيطان الانسي كاين، وكاين الشيطان الجني، برك الشيطان الجني لا يرى. هذا هو الشيطان. ومن من جبنا كلمه الشيطان؟ قالوا كلمه الشيطان مشتقه من شطانه. شطانه وشنو شطانه في اللغه؟ اي بعد،
قالوا لما كان الشيطان بعيدا عن كل خير. شو مرة الشيطان يجيب الخير؟ قال لك بعيدا عن كل خير فسمي الشيطان، لأنه الشيطان في اللغة هي البعد، بعيد عن كل خير، صح. وبعضهم قال الشيطان مشتق من شاطة يا شيطو، شياط شياط يخد، شو من مارج، وش قال ربي سبحانه في خلقاته؟ من مارج من نار. وش هو المارج؟ حاجة مارجة، وشنو احنا نقولوا هذه مارجة وشنو؟ فاسدة. حتى النار خلق من النار السوداء هذيك اللي تطلع من الفوق، خاطش عبك النار درجة كتشعل النار، شت الأولانية تكون زرقاء ومن بعد كاش ولي صفراء وحمراء والأخرانية كحلة. هذاك هو المارج من النار، هذاك هو من مارج من النار، هو سواد النار. ملت بخليقة حتى في النار ما خلقوش ربي بالزرقاء ولا بالحمراء، من الكحلة هذيك، من مارج من النار. وهذاك هو الشياط، خلقوك ريحة الشياط كي تنحرق الحاجة تولي كحلة، هذاك هو الشياط. قيل الشيطان مشتق من شاطة يشيط، هذا قول، ولكن الصحيح واش قلنا؟ من شاطانة، أي بعد عن كل خير، هذا هو الشيطان. من الشيطان أعوذ بالله، ألتصق مستعينا بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم يا أخوان، الرجيم من الرجم، والرجم في اللغة هو القذف، هذا هو الرجم. لماذا سمي ووصف بالراجم؟ قولان لأهله، والأولى قال لك راجم بمعنى فاعل، هو اللي يرجم، اسم فاعل. قال لك لأنه يرجم الناس، يرجم المخلوقات بالوساوس والشبهات والشر، هو اللي يرجم الناس بالشر والشبهات والوساوس وكل ما يغضب الله عز وجل، لهذا سمي يرجم. قال وقيل سمي رجيما، هذه راجم، هذه رجيم بمعنى الناس ترجمه باللعائن والملائكة ترجمه بالشهب، قال لك لهذا سمي رجيما. إذا نفهم، يا إما خشوة ليرجم بالوساوس، يا إما لأن الناس ترجمه باللعائن والملائكة بالشهب، هذا هو الراجم ومعناه القتل، لهذا سمي الشيطان راجما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفثه، من همزه ونفثه ونفخه. وعلاش؟ وأعوذ بك من همزات الشياطين وأن يحضرون. همزات، وشنو هو الهمز يا إخوان؟ الهمز في اللغة هو الطعن والضرب، الطعن والضرب. قال ابن عباس همزات الشياطين هي الوساوس، يضرب الناس بها، وعباك الوسواس عباك أعظم حاجة تفسد حياة الإنسان هي الوساوس. ومنها اللي قد يصل به عباك، من أعظم أسلحة إبليس قد يصل به إلى حد الوسواس القهري، بلك ما نعرفوش زمانا الناس راهي مبتالات بالوسواس القهري كما هذه الأيام. عباك الوسواس القهري هو زنقة الهبال، خلاص زنقة الهبال. عباك هذه الأيام والله وشهم يجوني يغيظوني مساكن، سواء من رسائل ولا تاع الوسواس القهري، كارثة. حتى يصل بحد صاحبي إلى الانتحار، حبي ويقولك نموت. لكن أنا رسالة إلى كل من ابتلي بالوسواس القهري، الوسواس، الوسواس عموما، إذا زاد يوصل إلى درجة الوسواس القهري، والوسواس القهري خلاص راك على عتبة الجنون الهبال. أعظم علاج للوسواس القهري هو كثرة الاستغفار والاستعاذة، خاصة الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعظم علاج وحدة. اثنين، ما تلتفتش لوش، كاين ما تلتفتش، ما يجيك واش يجي، شغل ما جاش. كاين ناس يجي يقول لي شيخ ندخل في الصلاة يجوني واحد الأفكار عن الله، قول لي شيخ ما نقدرش نقولهم لك، قول له على بالي بصح ما تلتفت لهمش، معليش خليها. كاين اللي حيت يتوضى، قول لي شيخ توضيت توضيت غسلت، يا حيت ومن بعد يجي ما غسلتش هذه اليد، ما تعاودش تخرج من الصلاة، معليش ما غسلتهاش، ما
نصلي بلا وضوء. أعظم العلاج وأعظم أنواع علاج الوسواس والوسواس القهري الاستعادة والتعامل مع الوسواس بالناقض، خاطرش الوسواس من أكبر أسلحة إبليس. تسمى إبليس يخمم عليك ما خصكش يدك باش الصلاة تكون صحيحة، ما قريتش الفاتحة بس الصلاة تقي الله يجي يقول لك كش منها، هذا اللي كيكره لك العبادة. إذن رسالة إلى كل من ابتلي بالوسواس، أخي الكريم، أعظم أنواع علاج الوسواس هو ما تروح للطبيب، لا ولا حاجة يزدي هب لك يزدي لك الدواء التم تدبرس مليح التمي ولا ريوك حاطين والدموع، ما تروح ما والو. أكثر من قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحده. اثنين، أعلم أنه أن الوسواس من أعظم أسلحة إبليس. إذا ما تلتفتلوش، ما قريتش، ما ركعتش الركعة الأولى، معليش نصلي ثلاث ركعات، هي أربعة نصلي ثلاثة. ما توضيتش، ما كملتش الوضوء، معليش مع روحك، ما نعاودش نخرج. يجي يقول لك الله عز وجل كذا وكذا فيه كذا، معليش ما نلتفتش. أستغفر الله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا حبيت تشفى بإذن الله من الوسواس والوسواس القهري فعليك بهذا. خاطرش يهبل. مرة جا واحد عند ابن سيرين رحمه الله، قالوا يا إمام، قالوا أنايا من كثرة الوسواس، قالوا أنا ما نتوضاش، قالوا أنا ندخل في الباس، أنا ندخل ندخل كل صلاة يدخل مسكين يعوب يتشبك هذا ما يتوضاش، قال له أنغمس في كل صلاة، كل صلاة ندخل. أي هبلة أي هبلة. قال ثم أصلي، ما نتوضاش أنا. قال له يا إمام هل صلاتي صحيحة أو أعيدها؟ صلاتي صحيحة ولا نعاودها؟ هذه مع التشبيكة العناقة ومازال مازال راهو شايك. واش قال له؟ بصح لازم نعمل هذا وسوس واعر يهبلك واحد موسوس. واش قال له؟ شوف قالوا أنت ما تصليش حبس الصلاة. قالوا كيف؟ اي قالوا انا قلت لك روح قول لهم ابن سيرين قال لي انت ما حب الصلاه. قالوا ولما؟ قالوا لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. قالوا انت مجنون، انت مهبول، تدخل تشبك وتخرج مازال ما توضيتش. تسمى شغل خلاص صح، رفع القلم يدخلك زنقه لا بال. والمسوس مسكين الله بك، انا حضر اللي يشوف على الامريكان على العراق على الصواريخ نجاوبك. ما تقدرش على توسوس، ما تقدرش توسوس كيما تروح له يجي من بعد واش تولي تولي انت موسوس. يا بالك انا مانيش نورمال، بالك هو اللي عنده الحق، ما تولي تمشي انا في الزنقه تهضر راني طلعت باقي واحد وانا طلعت. هذاك واش خصني والله لو كان تبع الموسوس ولا موسوس تولي مهبول. فلهذا انا كيجيوني والله غير نشوفه مسكين هو يغير يا حلال، نقول له نقول له شوف نقول له هاد الزوج، نقول له أكثر من الاستعاذة ولا تلتفت. بصح يا شيخ قول له ما تقوليش بصح، قول له جيت تسقسيني هاو الجواب، حبيت دوك تبع على خاطر كنت تفتح له الباب يجي معك الصبح من العشاء الصبح. خلاص قول له والله غندير انا ما نقدر خاوتنا هذا لكن كيجي نقول له ما تقوليش بصح جيت تسقسيني ولا جيت توريني لا جيت نسقسيك شيخ خلاص سقسيني هاو العلاج زوج حبيت ديرهم تشفى بإذن الله، ما ديرهمش اقعد يعني سبحان الله. بصح واش هضرنا توسويت؟ اه؟ قالوا ايه بصح والراجل واش دخل توسويت في الراجل؟ اه في الهمسة يرجم بالوساوس. إذا قلنا ومن صياغها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه. الهمز قلنا هو الطعن. الطعن مطلقا بالوساوس في الأعراض، لهذا قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، ويل للذي يهمز يطعن الناس ويطعن في أعراض الناس، هذا هو الهمز. قال ابن عباس هي وساوس الشياطين من همزه ونفثه. النفث والصغاء نقولوها يا إخوة، النفث قالوا هو الشعر المذموم، الشعر المذموم، وأنزله كثير من العلماء بالغناء.
لأنه من أعظم أسلحة إبليس الغناء. يا من تسمع الغناء، أعظم أسلحة إبليس الغناء. على لأن الغناء يميت القلوب، لأن الغناء بريد الزينة، لأن الغناء يورث النفاق في القلب. هذه هي. ربي سبحانه في القرآن وشقه سورة الإسراء يخاطب إبليس ويذكرنا بأسلحته وشقه، قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال ابن عباس صوته هو صوت إبليس هو الغناء، أعظم أسلحة إبليس. شوف إذا الإنسان يشرب الخمر عرف يسمع الغناء، كيش منها يشرب الخمر يسمع الغناء؟ صبت مبتلى مثلا بالمخدرات يسمع الغناء، صبت العياذ بالله يمارس كبائر الذنوب الزنا أو يطلق بصره أو يسمع الغناء، بصح قليل قليل وين تسمع تصيب الإنسان حافظ لكتاب الله يسمع الغناء. قليل كاين ربي عاقبه، بلك ما كانش مخلص في حفظ القرآن، بلك رب بصح الغالب الأعمى لأبك، لأن القرآن والغناء في قلب عبد ليس يجتمعان كما قال ابن القيم في النونية. يستحيل القرآن الصافي اللي حفظته انت لله، ما تقدرش انا سبحان الله حياتي مديتها القرآن بان جي نسمع كش منها. وهنا نفتح القوس، يعني اليوم بتولينا كي تكلمنا على مسألة الغناء بتولينا بالناس يعني يصدر نفسه للناس انه مثلا داعية، انه إمام، ومشي إمام ماشي داعية، يعني يصدر نفسه للناس انه يعلم الخير ويعرف الدين، وللأسف يجيبوهم في القنوات يجيبوهم في كذا، ومن بعد يخرج للناس ويتبجح. انا نسمع الغناء، ورا المشكلة كلها. اسمع الغناء من اعظم اسلحة ابليس. يخرج للناس انا نسمع الغناء، والطامة الاكبر يسمي لهم اسماء المغنين من اهل الكفر، انا نسمع هذا ونسمع هذا، نسمعه مع الزوجة تاعي مع اولادي في الدار. سبحان الله، تسمى الامة هذه واش خصها؟ خصها واحد ينسب الى الدين باش يخرج يقول لهم نسمع الغناء. الناس قاعد تسمع الغناء، الناس قاعد تقول تنادي الى سمع الغناء. تسمى قعد انت يا الذي تحسب وانت لست من الدين لا من قريب ولا من بعيد، تحسب على انك تعلم الناس الدين؟ هذا واش خصهم الناس؟ الناس خصهم تعلمهم التوحيد، تعلمهم القران السنه، تعلمهم اوامر، تعلمهم اوامر الله واوامر رسول الله، باش تخرج تقول لهم انا ورا المشكله نسمع الغناء، علاش راكم تشدوا على الناس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نقول لك حاجه، هذا الغناء هذا كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، تحداه، كاش مره سمعت ابو بكر قالوا يسمع الغناء؟ عمر وعثمان وعلي وزبير وطلحه وصحابه النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يسمعون الغناء. خلاص، ونزيد نقول لك كما قال ابن عباس لهذاك الرجل، جاء رجل الى ابن عباس قال له ابن عباس الغناء حلال ام حرام؟ اقل شيء اقتدي بهؤلاء، تنسب عندي وتخرج وتتبجى وتسمي اللي يقول الغناء حرام تسميه متشدد؟ هادو بالك وتسمعوا لهم، هادو دعاة على ابواب جهنم من اطاعهم قذفوه فيها. كي جاء الرجل ابن عباس قال له ابن عباس احلال الغناء ام حرام؟ اش قالوا ابن عباس؟ قالوا اذا جاء الغناء يوم القيامه ايكون مع الحق ام مع الباطل؟ وين تتصنف الغناء؟ وين تصنفه؟ تصنفه مع الحق ام مع الباطل؟ قال اصنفه مع الباطل. قال اذهب فقد افتيت نفسك، راك جاوبت على روحك. الغناء ياتي يوم القيامه على الباطل، فهو من اعظم اسلحه ابليس. لهذا قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اذا معنى قوله من همزه ونفثه، قالوا النفث والشعر المذموم وهو الغناء. صح، اعوذ بالله من همزه ونفثه. شوف هادو قاعد تعود بهم، اذا حفظها مليون اعظم اسلحه ابليس الغناء. والثالثه همزه ونفثه ونفخه، النفخ قالوا هو الكبر،
من كبائر الذنوب الكبر، وهو صفة ملتصقة بإبليس عليه لعنة الله. إبليس خرج من الجنة بسبب الصفة، طرد من رحمة الله بسبب الصفة، ألا وهي صفة الكبر. كما رأينا اليوم في السؤال بعثه لي الدرس، قلنا أن المعاصي نوعان، كاين معاصي سببها الشهوة، عصيت بسبب شهوة، شهوة فرج، شهوة بطن، شهوة دنيا، عصيت. وكاين معاصي سببها الكبر، وهذه أعظم من الأولى يا أخوان. الأولى كبيرة كذلك، قد أعصي الله عز وجل بسبب الشهوة، أكل الحرام بسبب شهوة المال، ربما أقع فاحش والعياذ بالله الزنا بسبب شهوة الفرج أو إطلاق البصر أو شهوة السمع، سمع الغنى. بصح كاين شهوة معصية أخرى بسبب شهوة الكبر، وهذه غالبا تؤدي إلى الكفر، على يتكبر عن الله وعن أحكام الله. هذه اللي بسببها طرد إبليس من الجنة. آدم عليه السلام عصى كنا إبليس. بعضهم يجي يقول والله اليوم أعداء الدين يثيرون مثل هذه الشبهات. يقول لك قريت واحد المرة واحد الشبهة ذكرها أحد الزنادقة، قال هذا دين فيه ظلم. قال قد تقولون لما؟ قال لأن آدم عصى وغفر الله له، وإبليس عصى ولم يغفر الله عز وجل له. أي واحد ما يعرفش يقول بصح صح، هي ماشي صح. إبليس لما أذنب تاب وندم ورجع إلى الله. آدم عليه السلام، إبليس لم يندم، ندم متأخر، لم يرجع إلى الله، بل ثم زاد حاور الله وتبجح على الله وتعالى على رب العالمين. وش قال؟ قالوا أنظرني، أخرني، علاش؟ لكي أغوي عبادك أجمعين. هذه حيبيته مش حيبيته. وش قال له؟ أقسم، قال وعزتك، وعزتك، أقسم بعزة الله، كما في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام أقسم إبليس عند رب العالمين، قال وعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. ربي سبحانه يقول له الكلام. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي، هذا حديث عظيم جدا، وعزتي وجلالي لازلت أغفر لهم ما استغفروني. معلش انت يا وسوس لهم صدهم، لكن ما إن استغفروني إلا وقد غفرت لهم. لهذا قال أحد السلف أنا أصبح أمزق ديني بالذنوب والمعاصي وأرقعه بالاستغفار، الحمد لله. لهذا الفرق بين آدم وإبليس، آدم عصى عن شهوة وتاب، إبليس عصى عن كبر. لما أمره الله بالسجود قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا نسجد، أنا خلقتني من نار وهو خلقته من، أنا نسجد آدم. فقال اخرج منها مذءوما مدحورا، فلعنه الله. فكل ذنب كان عن طريق الكبر مآله إلى الكفر والعياذ بالله. وشنو هو الكبر؟ الكبر أعظم تعريف هو تعريف النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة. قال الكبر لما سألوه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، ذرة، ذرة هي النملة الصغيرة، مثقال ذرة من كبر. الصحابة ما فهموش معلوم، فهموا الكبر أنه حب الجمال، حب الظهر. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن ما من أحد منا إلا ويحب أن يكون نعله جميلا وقميصه جميلا وأن يكون على أحسن حال. قال ليس بذاك، ما ليش نقصد الكبر هذا. قال إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق، وهذه الصفة منتشرة كثيرا في الناس، بطر الحق وغمط الناس. وشنو بطر الحق؟ بطر الحق رد الحق، يرده، هذا هو المتكبر. يجي الحق، كاين الناس تجي تقول له والله ماشي انا اللي نقول لك، انا اللي نقول لك، بالك انا قريت اول ما قريتهاش، انا اللي نقول لك قال الله قال رسول الله عليه الصلاه والسلام. صلي يا اخي الكريم، اسجد لله، ما نسجدش، ما نصليش. كاين الناس مازال لحد الان يا اخوان ما نخليش المعاصي،
شفناكم انتم اصحاب الجوامع راك تصلي واش درت؟ يسرق ويكذب ويدير معليش تحاول يصلي. المعصيه تبقى معصيه لكنه يصلي. وانت لا تسرق هذا يتكلم بهذا الاسلوب تاع الترفع. انتم وخا بطل الحق يردوا كاين الناس تقول له حرام هذا خذ النص حرام. يقول لك هذا واش تعرفوا انتم غير الحرام؟ ماشي احنا اللي نعرفوا ربي اللي قال حرام. النبي عليه الصلاه والسلام اللي قال ما يجوش. وكذا واش تعرفوا غير تحرموا 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 وما تفتيش عليا ليعلم هذا الانسان انه على خطر عظيم. وكان جيت قلت لك انا اللي راني نقول قل لي يا اخي هذا رايك يحتمل الخطا والصواب. صح ماشي رايي هذا يا ماشي رايي هذا دين قال الله قال رسول الله. يقول لك تفتي عليا وهذه كلمه تفتي عليا ايوا علاش؟ وانا مشكل كي نصحك انا ولا ينصحك خوك في الله يعرف. هذا هو الكبر. قال هو بطر الحق دفع الحق يشوفوا سميت له دفع الحق وغمط الناس. غمط الناس الاذان الحسن بعد الاذان ان شاء الله. إذن أيها الأفاضل فمن صيغ الاستعاذة التي ذكرناها قلنا أنك تزيد أحيانا محتقى القرآن إحنا غير نقولوا غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم صيغة ثابتة مليح تنوع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والثالثة كذلك عندما تعتد عليها تولي تقولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. رأينا الهمز هو الطعن بالوساوس. رأينا النفث وهو الغناء والشعر المذموم. والنفخ هو الكبر. سمي الكبر نفخا لأنه يتنفخ حتى اللي يتكبر على الناس يتنفخ على الناس ينتفخ عن أحكام الحق
لهذا سمي الكبر نفخا. قلنا من نفخه، والنفخ قلنا هو الكبر، والكبر عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأمرين، قال هو بطر الحق دفع الحق، وغمط الناس، غمط الناس احتقار الناس، هذا هو المتكبر. صفتان المتكبر، يرد الحق ويحتقر الناس، هذا من شر خلق الله. إذا كان عنده ذرة كبر ما يدخلش الجنة، فكيف لو أن قلبه مليء بالكبر يا إخوان؟ كاين الناس يحتقرون الناس، والله ربما لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وهذاك الإنسان أعظم منه بمفاوز عند الله عز وجل. العبرة، الله أيها الأفاضل، العبرة كيف هو حالك عند الله؟ احنا اليوم نسعى لتحسين صورتنا أمام الناس، علاش؟ والله أعظم حاجة تسعى لها في هذه الحياة كيف هي صورتك وحقيقتك عند الله. هكذا كان السبب، أعظم هم أن يحبني الله، أعظم هم أن يقبلني رب العالمين، ولو رفضني الناس جميعا كما كان يقول القائل: رباه بك أستجير ومن يجير سواك، فأجل عبدا ضعيفا يحتمي بحماك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، رباه فليرضى عني الناس أو ليسخطوا، فلم أعد أسعى رباه لغير رضاك. أعظم حاجة تسعى لها في الحياة أن ترضي الله، أن يحبك الله. علاش؟ احفظها عني جيدا، إرضاء الله غاية لا تترك، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، يستحيل أنك ترضي جميع الناس. إذن وش ندير؟ أرضي الله وكفى، أرضي الله وكفى. ومن أرضى الله فرضي عنه الله، أرضى الله عنه بعد ذلك الناس. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها يوما: يا عائشة، من أرضى الله ليرضي الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ليقول كلمة الحق ولو زعفوا علي الناس، المهم نرضي الله. هذا إنسان ربي يرضى عنه ويرضى عنه الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس، باش يرضي الناس ويرضي بالله، من أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس والعياذ بالله. إذن شعارك في الحياة أرضي الله وكفى. بطر الحق وغمط الناس احتقار الناس، إياك أن تحتقر الناس. عبد الله، كم من مشهور في الأرض مجهول في السماء، وكم من مجهول في الأرض مشهور في السماء. كانت كلمة لعمر رضي الله عنه في القادسية لما مات جمع من الصحابة، وكان فتح عظيم، فجعلوا يذكرون له يعني بطولات الصحابة والتابعين في غزوة في معركة الفرس القادسية يعني، فجعلوا يذكرون له بعض الشهداء الذين سقطوا في أرض المعركة. ما عرفهمش عمر، فلان وفلان ما ذكرهمش. ثم بكى عمر، وش قال؟ قال: وما ضرهم أن لا يعرفهم عمر، إن كان يعرفهم رب عمر. أنا عرفتهم لا ما عرفتهمش، هادو ناس يعرفهم رب العالمين. العبرة بالله يا إخوة، كاين اليوم إنسان الدنيا قاعد تتكلم عليه، لا يساوي، قد لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هاي الحقيقة. هارون الرشيد يا إخوان، هارون الرشيد من سعة ملكه، وهو من أمراء بني العباس، مرة مكثرت سعة ملك أرضه، الملك اللي كان تحته الدولة العباسية في زمنه، كان يخرج إلى شرفة قصره يطل، يشوف السحابة في السماء،
يقولها يخاطب السحابة، يقولها يا أيتها السحابة أمطري حيث شئت، وإن حبيتي أمطري خرج هذاك الماء اللي راهو فيك فسيأتيني خراجك، وين تمطري هذاك الخير اللي ينوض كاع راح يجيني. كناية على أن الأرض كلها كاملتها ملك عظيم جدا. لما حضرته الوفاة قال أخرجوني أنظر إلى قبري، بيت نشوف الدنيا كاع بين يديها يا إخوان. فلما وضعوه أمام قبره كما زال ما جرى بكى، ثم قال يا رشيد أين هي الوزارة؟ أين هي الإمارة؟ أين الجند؟ أين التجارة؟ أين المال؟ أين القوة؟ فني كل شيء، والنهاية هي هذه الحفرة. ثم رفع رأسه إلى السماء وخاطب رب العالمين وقال يا رب، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. حاجة ما تنفع أخي الكريم، لهذا شر خلق الله إنسان يترفع ويتكبر عن عباد الله، هذا هو المتكبر، هو الذي يحتقر النص. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، اسمع، ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، الله، ولهم عذاب أليم. جمع لهم واحد أربعة أوصاف عجيبة جدا، لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومنهم عائل مستكبر، رجل فاقر ويتكبر على الناس، هدايا من شر الخلق عند الله، لأنه ما عندوش باش يتكبر وتكبر على الناس، دليل أن الكبر صفة فاعل، فهو من شر خلق الله، لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا هو عذاب أليم. علاه خاش تكبر على الناس؟ يحتقر الناس، تحتقرش أخي الكريم، خاطش علاش المكانة تاعي وتاعك؟ والله لا يعلمها أحد إلا الله. العبرة ما هي مكانتنا عند رب العالمين؟ لهذا هذه المعاني كاملة، إذا عودت نفسك على قول الاستعاذة يعصمك الله منها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ونفثه ونفخه. هذه ثلاث صيغ أيها الأفاضل. كان مبحث آخر كان بودي لكن داهمنا الوقت. هناك كذلك بعض أحكام الاستعاذة، متى نقولها وهل يجب علينا أن نقولها، وهناك مواضع لا نقول فيها الاستعاذة، وتتبعها أحكام البسملة إن شاء الله تعالى. هذا بحول الله نراه بعد غد يوم الأحد إن شاء الله تعالى في مجلسنا الثالث من مجالس تفسير سورة الفاتحة، إن يسر الله عز وجل اللقاء والبقاء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم.